بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. معرفة كردني مسند إليه بلام، يعني بألف لام الوتائس بلام بها بالألف واللام به اختلافي بين علماء وقل نحو باسيا كام هندي قالن كحرفي تعريف لا مكيو همزة كبو إبدا بساكن ينرى وهديك شغلنا خير باوا لفزي أل وكو قد وايا وهمزة كشر أصلية بي وياتي بالي كواتا معرف بألا نق معرف بلعمة مثلا أو تقصيب وهي قولك يتري هيا يجي باوا همزة كش زائدة وبلام تعريفة كهر بألا علي أو همزة كالقلتي زياري مع الولع نقز ياوي بعد الولع آخر وان تكرر زائدة يجن شن لا مك ساكن بو بو بتاب ساكن هنا ومانا ها حالبي بلام أو علينا زياي مع الولع حوق سيكي تريتي جائسة كرم نشنا أنه أبابته وأقر أم ألب وتعريفه هات سر اسمتي نكيرة أي كات معرفيتر بلام ديار أم ألا ال خوي أبا ألك دائما ال داخلي سر اسم نكيرة كبوه بو اسمك على كاشن سري بيلا مصحوبي ال كال صاحبي او الين ام الا كاشت سري جاري وهي اشاره اكا بماهيتي مصحوبك حتما اشارتي اب ماهيتي مصحوب ولام اشاره بماهيتي مصحوبك يا اشارك اشاره مطلقه يا مقيده يعني فقد اجر اشاره بماهيتك يا هر اونيه كماهيتك معرفي اكا حالبي اتكاري بوك أما هي تا لازمني أفرادا متحققة يا متحقق نية كاري بوني يعني كاري بتحققي ما هي لازمني أفرادا نية حالبي كواتا مثلا قريبا إيه لشونك وتمن الرجل خير من المرأة شاكا يا الذهب أثمن من الفضة زير بنر اختلال زيو باشا أما من ذو هر ما هي تكيوايا يا هل أفضل بيجا الذهب أفضل من الفضة مثلا باشا زير فضيلتي زياتر على زيو يا لولا هل الرجل خير من المرأة أقل نزل قري يعني أري الرجل من حيث هو يا ما هي تكم من حيث هي يعني أو ألا هل فقد تنهى ما بستي ما هي تكي بتوري مطلق ببيئة ما كمقيدي كابا شتيكي تراوه أولي وارن ألقى بو جنسه يا بو بياني حقيقته يعني حقيقة الرجل لحقيقة مرأة كاري بأفرادني يعني لأفرادة تو أقل بو استغراقي داني بلي تكتكي بيا ولا تكتكي جن باشترة غلط شكا زور جن هي إلا زور تكتكي بيا وباشترة حالبي أو جارة بلي أو إشارة بو بماهيتك بتوري مطلق حالبي جاري واهية إشارة بماهيات جاء عليه أما مثلا بتوري مطلق أما تعبيرك تريشي لا بشرط شيئا يعني مثلا أو ألا دلالتي كرد أو ألا ما نكردوها إشارة بماهيتك يتر بشرط أمانية كماهيتك لازمني أفرادا به وبشرط أمجنية كماهيتك لازمني أفرادا نوي يعني هيج لا يكيان بشر نجيرا ببيجن لا بشرتي شيء حالبي وقت وهي ماهيتك يعني إشارية بماهية شيئك بمقيدي مثلا تحقق أو ماهيتا لزمني جميع الأفراد أبيت استغراق وكو إن الإنسان لفي خسرين بويا أو مثالي الموشن استثناء نشاني استغراق لدوايو إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات يعني أو بو استغراق وتتكتكي أفرادي إنسان يقدر إيش يقدر ناك حالبي ما قر أويك كالاكي لمعاملك يا إيمان بيو عمل صالح بيو بار تواصل بحقو بالصبر كواني شر إيمان وعمل صالح نولي شن مهم من إستثنائي أواني بجي باس كردوا باشا أما شيا هو استغراق يا أم جارة جهها بشرط تحقق أما بيت بشرط شيء حالبي يعني إشارة بماهيتك تحقق ماهية بشرط شيء حالبي أمجا
وقتي وهي باعتباري تحقق لازمني فردك معينة لازمني فردك أكبت عهد حربي يعني إشارة لك لسري وكو اليوم أكملت لكم دينكم واليوم ألامي عهدا باشا إشارة بماهية مصحوبك لازمني فردك معينة وبيجن ألي عهد جاء أم عهد بشي أزادري حالبي أم تعيونه بشي حاصل أبي طالب فردي معينة تعيونك وقت وهي بذكر حاصل أبي مثلا رأيت كتابا دواي وراء ثم اشتريت الكتابة همان كتاب كديوما كتابك بيني ولا اشتريت الكتابة أو كتابك مكري كتابك مكري ها ببعهد جاء أم جارة بالي أو بذكر بو جاري وهي جاء ذكرك ذكري حسية هو حالبي بو أبتا ذكري حسي جاري واشيا ما هي تكا حاصل أبي باشا حاصل أبي مثلا بذهن حاصل أبي وفرسك إذ هما في الغاري لغاركا غاركا معلومة بو خلق كامية كخرج غاري ثورة كبيغمبر دولي خوالي سيبه لقى حزي وكرا رزاي خوالي بلو غاربون باشا أمش يا أمش حزوري هل حزوري أما أمش عادي حزوري حزوري ذهنية حالنا جاري باشي حزوري كاتو حزوري كبدو باشو حزوري ذهني حزوري حسي أو إذما أو حزوري ذهنية أمر اليوم أكملت لكم دينكم أمر رجاء أو حزوري شيء حزوري حسية تور رجاء كحسك هي وهي وقال كان يلا برشاوتا النبي ولا دوروبي حالبي فاست ما شاكا تعينك بذكر حاصل بو تعينك بحزوري ذهني حاصل بو حالبي تعينك بحزوري حسي حاصل بو تاني جاري واش هي والله لازمني فردايا بلا فردك معين نية فردي مجهول بس كابرا على بايكيت الله ادخل السوق شورا بازار أيدي خو بازار كلي واك علي أدخل السوق خو معناه وانية شورنا وهرشي بازار الدنيا تابت على الاستغراق معناه وانية لا بشرط شيء إيش بياني بشورنا وبازار تو ما نتو إيش ماهية بازار إيش تانية إيش تكي زانية إيش تانية تو إيش تناوي واستغراق إيش نية شو المحالة من بتوبل أدخل السوق يعني شو هرشي بازار الدنيا حالبي أمجد بازار كي معين إيش لوا لنزلنا جيراو عود دي فردك مجهولة تو أجر من أمر بيكر يوتم أدخلي السوق شيء تحر بازار لا بازار كان أمرك منها تؤدي باعوا بازار شنو بك موردي نزري منه حارمنا أها أو بيرن أأوي لا بلا غاب ويعجن عهدي ذهني كإشارة ولا فردنا معينة لحركة أما فرق بكين لنحو هم يشبهوا حزور ذهني كان يحزوري ذهني بويعجن عهدي ذهني أو إصلاحي أوانه هو حالنا بلى جاء ام جاره كواتام ألبو بشني الي ماهية جنس باشا الي استغراق الي عهد ذكري الي عهد حزوري حسي الي عهد حزوري ذهني الي حزوري عهد حزوري ذهني هر شيء الي عهد ذهني حزوري وذكر واني يعني بحزور وبيحس جائسة باش تواكين أو تقسيم بنديك هنا سشاهد من بس بجواي نوت ولي هو مفهوم اللي فرمو ديما ونسى الشقال ورحمة إخوائي ديما بارها فرمي وباللامي أي تعريف المسند إليه باللامي للإشارة إلى معهود يعني بؤويك إشارة بيبكين بولاي معهودك يعني شيء معهود أي إلى حصة من الحقيقة يعني بشق لحقيقة كأو حقيقة بويا بيالين عهد معهودة بين المتكلم والمخاطب حالبي كمعهودة يعني معينة بعهد جاب ها بشتي معينة وتريا معهود عهد يعني عهدي لسر بس رعوة باشا يعني وقتك عيسى كان إيمة نسبة بمعلومك أجر علمي مشترك مان بي بيب وهردك بقى المعلوم بيك كأنما بيمان من بستل سري كجزء معلوماتي إما بي يعني أو معلومة مشترك معنا بوي بيلا معهود لبيني متكلم خاطر جاء
أو حصيلة حقيقة، واحدا كان أو اثنين أو جماعة، يقبي يا دوبي يا مثلا أقر شيئك مفرد به معهودك هناك أو هيك معهودة بعدين بعهد ذكري بكري مفرد به يك أقر تثنية به دوا أقر جمع به جمع هيتر. مثلا يقال باسي عهدك يقال عهدت فلانا كي أجو معناه معهود بوك إذا أدركته باشا زماني كتبه كسجيشت بيتي أو لقيته يا ديدار ولا قريبو بي ديمانه ولا قريبو بي حربي باشا أو بو إشارة ولا معهودي بيكري يعني سبب تعينك شيء ولا وذلك لتقدم ذكره صريحا لبر أويا أو شيئا كتب لك إشارة بو كردوا يعني أو حصل حقيقة حالبي يا جاوتينيا إلى حصة من الحقيقة معهودة بين المتكلم والمخاطب هاوتي واحدا أو جاء لأسرع آوايا وكو أو موت إشارة حصة يقل حقيقة يعني إشارة ولا ماهيتك ألك ولا ماهيتك إشارةك بلامك إشارة ولا ماهيتك شن ماهيتك تحقق بياعك بو عهديك يا جنما شنو اذا بحثت جنسه كمان نكروه حالي تحقق بياك لازمني فردك معينه اگر مفرد به لازمني مثلا دو فردي معينه كاگر تثنيه به لازمني جماعتك معينه كاگر جمع به حالي لبر او هنا توصل فردك لي رشاك علي لتقدم ذكره بو ذكري او حرب اعتباري فردك يا حالي أين أشياء لتقدم ذكرها بوا يا أما تقدم ذكرك أي بوا شن أو كتقدم ذكرك بس ذكر ما هي تكنا كلا وبصراحة فقال لك إشاري بلا ما هي تكيا باعتبار تحقق أو ما هي ت لازمني أو واحدة يا لازمني أو اثنين يا لازمني أو جماعة حال ببرة بس أو كمعهود يا بوا متكلم ومخاطب أو فردية لبرشي شن تقدم هي ذكري أو معهودة باشا صريحا أو كناية صريحا وكشي نحو وليس الذكر كالأنثى أي ليس الذكر الذي طلبت امرأة عمرانة كالتي أي كالأنثى التي وهبت تلك الأنثى لها أي لامرأة عمرانة فالأنثى إشارة إلى ما سبق ذكره صريحا في قول تعالى ليس الذكر كالأنثى بل لقول الله تعالى كافرمين لزماني دايكي مريم قالت ربي إني وضعتها أنثى بل جائسة كان لكنه ليس بمسند إليه ولأم مثالي أما لم يسند إليه يعني ولأخو شرناك أو لم يسند إليه مش لأنه من آخر واره بما شر حالي أبي نظر مثلا أخوة يقول لأولوك فرمي وليس ذكرك الأنثى لبيش عني آياتك فرمي يتباع وبرد التوزيح بين أو آوايوت واختك هستي بوكرك دوجيانا وتي ربي إني نظرت لك ما في بطني محررة فرورد قارك من أو من إني نظرت لك من نزر مكربوته يعني بتوم بخشي عربي إني نظرت لك ما في بطني أو شتيوال سكمايا يعني أو مناليك لسكمايا أو نزر مكربوته كحالي أو منالوايا محرر به محرر بين التحرير حريتي بيا بخش رابع لا ترى في منه باشا يعني لقيدي من وكو دايكيك بو أنجامي أركي دايكيو بخي وكردني منو أو أنا لسر نميني يكسر بيا بو خزمتي بيت المقدس بياش كاشي كم بتو أخوائي باشا أوي فرموه أبتا أوي لدغابوه كرنقة كربي أين لو كانت دا مثلا كش ندك رايا خزمة قزار بو بيت المقدس وكبرين خامك بو أبي كاركي لي ورجيلي. دواي من على كيبو كجبو. أمرك من على كيبو كجبو. وتي خايا خو من ربي إني وضعتها أنثى. هو أو مداناك أم حالي وهاي مية مية خو إجزاني كولي سذكرك الأنثى. ذكر وأنثانية حالبي. جابش سأو ذكر على كيبو سلوية حالبي. أو ذكر خونا ذكر نبرة ولا وبر. الأنثى بلي أنثى كجي خويتي وانيا علي ليس ذكرك الأنثى أنثى لي وأنا أبراك وتي ربي إني وضعتها أنثى أو بنكي لي ذكرك كالأنثى يعني أو أنثى
دي أي ليس ذكروه أو ألا أليش على ألي عهد ذكرية على جا خو ذكر على كناية آخر هنا كارن كوفيا كان بلامير لين كناية ما يقول من جمع كناية ومكنية بصرية كان يا كوفيا كان دقي نظر جماعتي كان واي بيعلن هديك يا الله ميرو ملمر هديك شان الله ملمر ومكني كرة كناية ومكنية باشا دي الله كاكا كناية ذكر كريا أو لما ما كي وتم ها نظرت لك ما في بطني أو ما أو لو ما بستي أو بقريني أو كأر نظري خواي أكم بخامي بيت المقدس به ونيرش بو خام مين بو خام نابي حربي بس دايكي مريم منظوري شي بو ذكر منظوري ذكر بو أو بو كناية ذكر ما كناية لذكر حربي ليس ذكرك الأنثى إذا أنثاكش بو شيء أنثاكش إساء الذكر مسند إليهية وللأنثى أتوانا مثال بأبو أهيم بو عهدي ذكري بس صريح عهدي ذكري صريح به بل عن مسند إليهية أي ليس الذكر يعني أو ذكري الذي طلبت أو أي كداوايكر إمرأة عمرانة إمرأة أو ذكرك أو داوايكر بما إني نظرت لك ما في بطني محررة شاهل لو بردو عايكر بي خوايا كركم بي بي خزمتي بيت المقدس حالي كالتي أي كالأنثى التي وقو أنثى كوهي بت تلك الأنثى لها كو أنثى بي بخشرا كمريم بو أي لامرأة عمران بأي امرأة عمران لها يعني لامرأة العمران فالأنثى إشارة إلى ما سبق ذكره صريحا في قوله تعالى قالت ربي إني وضعتها إني وضعتها أنثى لكنه ليس بمسند إليه واليوم مثل إلهينيا والذكر إشارة إلى ما سبق ذكر كناية في قوله ربي إني نظرت لك ما في بطني محررة فإن اللفظ ما وإن كان يعم الذكور والإناث هرت الذكور إناث جبه لكن التحرير تحرير كالدعاء أبت قرينة لسنوي كما زول ذكورة وهو أن يعتق الولد أميك ولد آزاد كريه لخدمة بيت المقدس باشا بخدمة بيت المقدس إنما كان لذكوري أو بو ذكور أشياء دون الإناث نقبو إناث دي وهو مسند إليه ولأمي كان مسند إليه هي يعني ما نحن فيه هي وقد يستغنى عن ذكره لتقدم علم مخاطب به وحتى جاء معادي ذكرية علم مخاطب قزراء بسريا أصلا لازمنا كان وبر ذكري قزراء وكو خرج الأمير إذا لم يكن في البلد إلا أمير واحد حاربي يعني بالي أميرك شو دروا أمير أمير أميركا شو دروا كام أمير أو أمير واي ناسين ومعلومة حالبي فرمان دار مثلا شو دروا إذا لم يكن في البلد كي أمامي وقتك لبلدك يق أميري تياه توش بيجي أميركا شو دروا خوكش معي ناسين بس كواتي لازم ناكا لو برقي هني هر أو علمي بيشوا يعني لعلمي إما قزراوة أتواني بغي أمشار بركينا يكا كوي وللاك شو عربو عهدي حزوري ذهني باشا بو هنا بو عهدي حزورية ولي حزورك حزوري ذهني به حزوري ذهني شايد رنقة أمش أو كم من بيمود حزوري ذهني أمهر بعهدي ده عهدي ذكري ده أو للإشارة إلى نفس الحقيقة حالبي يا بو إشارة إلى نفس حقيقتك ومفهوم المسمى وشرب مفهوم مسماك من غير اعتبار لما صدقت عليه من الأفراد ببي أمك اعتبار ما انكرد به اعتبار ما يك ما انكرد به كأو ما هي صادقة بسرية لأفراد ببي أفراد لا بشرط شيء كقولك الرجل خير من المرأة وقد يأتي المعرف بلام الحقيقة لواحد من الأفراد باعتبار عهديته في الذهن لمطابقة ذلك الواحد الحقيقة يعني يطلق المعرف بلام الحقيقة الذي هو موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن على فرد موجود من الحقيقة باعتبار كونه معهودا في الذهن وجزئيا من جزئيات تلك الحقيقة مطابقا إياها بالي جاري وهي معرف بلام حقيقة دي بويك يعني يكفر لأفرادك يعني ولي بشي اعتبار باعتبار عهديته في الذهن باعتبار وكتعيني لذهنها يعني عهدي هي لذهنها بوشي جا
والله لمطابقة تلك الواحدة شن مطابقي هيا أو واحدة الحقيقة بك بمفعول بمطابقك بو حقيقتك كباس ما انكدوه يعني يطلق المعرف بلام الحقيقة يعني مطلق معرف بلام حقيقة داء برد كان معرف بلام الذي هو موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن أو معرف بلام حقيقتيك لذهنا دان دراوة بو حقيقتك متحدة بين أفراد ولداب نبرا وبسلها مفردة كانية حالي بلكو داب راوة على فردي لسر يكدا أنا فرد كأو فرد موجود من الحقيقة فردك موجودة ولا حقيقتك يا باش بو داب رين بسر يا باعتبار كونه معهودا في الذهن باعتبار أو كأو فرد معهودة لذهن مانا أولا لا يكو أو عد فتفسيره وجزئيا من جزئيات تلك الحقيقة وجزئية كلا جزئية كان أو حقيقتها حالبي باشا مطابقا إياها بو قرارا مطابقي حقيقتك شن جزئية كلا جزئياتك أما شيء كما يطلق الكلي الطبيعي وكو شون كلي طبيعي إطلاقك كريه على جزئي من جزئياته بس الجزئية لجزئياتي أو كلية طبيعية مثلا علي زيد إنسان إنسان كلية طبيعية إطلاق كنا بس فرديك بس أم معرف بقى لي شا معرف بقى لي جنسي شا يكفر لنا زي الأقلين بي ناجوة. وذلك عند قيام قرينتي وليش قرينة ببيه بكومكي قرينة وكاراكن على أن ليس القصد إلى نفس الحقيقة من حيث هي لسنا ويكاكا قصد نيب ولا نفس حقيقة لم روان جوا كحقيقة يعني لا بشرط شيء يعني هل حقتك لو روان جوا لنزلين كحقيقته يتر اعتبارات يتر التحقق لازمني أفراده وعدم التحقق أنا بس يقال لك بل من حيث الوجود بل كل لو روان جوا كوجودي ولا من حيث وجودي في ضمن جميع الأفراد ولو جوا روان جشوا قصنا كرابي كتحقق لازمني جميع الأفراد بل في بعضها بل كل بعضيك يا أمهر أفرد مجهولة كبك من وتنبيه حربي وكو ادخل السوق حيث لا عهد في الخارج عهد الى خارج ايسا قطعا مختب من السوق على كالي جنسة اقل ايسا دخولك امر بدخول دليل لسنة وكم ماهيتك منزورنية بس فردي لو افراد منزورة جزئيك لجزئياتك منزورة حربي ومثل قول تعالى واخاف ان يأكله الذئب حضرة يعقوب لجوابي براكان يوسفا كركانيا وتي بويا نات عندهم أترسم وأخاف أن أخلى أولوتي وإنني لا وإني لا يحزنني أن تذهبوا به حاضر بويا نات عندهم آخر وأن كتبنا خلينا وبليني هرجو لي بابا كافري وبنسازي كان كان قال خويا أنا بيبا بو كيو يتبقى لي بسر بيرن باشا أويش أجيك فتح يقولي نبو لما يعملي لي حالي نجدك لأنا وابو أو أي بخال أو عن اللي يدردون نمو بلن باوك ما نمتمانا ما نبيناك أو أمانا باشا ندك لأنا دام دستي أنا بهاني هنا وابو وتي دوشني كذا بهانا وتي من زور ألفة بم كرهايا وإني لا يحزنوني يعني بيقمان من لا يحزنوني يعني من دلتن أكا شيء من تصنع أن تذهبوا فعلي يا زنيا أن تذهبوا به يعني الذهاب إياه بمن الله يعني أجر أنبر اللقى الخدانة أقوى من القرانك أوانيش أجر مثلا أدبي أنكردا باباك من القران نبي حالبي باباك أشياء أناها بأدبي أنكر لا برامر باباك أنا حالبي باباك من القران نبي باباني بين بوشي أو خلينا راحتي وأخاف أن يأكله الذئب وأشترسم واديارة أوان هربو قصة قانع نبون بويا حزرة يعقوب دوارة أما يفرموه وأخاف أن يأكله الذئب وأشترسم قلق بيخوا إساء الذئب ألك ألي جنسة شخو قلقك معين منظورني حزرة نوع تابر من عهدي ذكرية يا قلقك لذهنانية تابر من عهدي ذهنية ناشكر يبو ما هي دبي شونك أخو ناكر يا حزرة نوع منظوري أو بما هيتي قلق أم كري من أخوة بو استغلاق جنية منزول يوبي ولا لوات اسم تواي يقول كي دنيا كوب بيتو بينهم قري من بخور وين يا ايش منزول نية بس يكفر لافراد يقول كي منزول او جنا معلومه حرام
أويك علي بري أويش أب أويش أبي أنا علي ماهية أما إما نوم أنا علي عادي ذهني وهذا في المعنى أما أمجر على المعنى ذا كنكيرتي حكم النكيري وإن كان في اللفظ يجري عليه أحكام المعارف هرشا للفظ أحكام معارف لسر جاري أبي من وقوعه مبتدأ وذا حالين ووصفا للمعرفة وموصوفا بها ونحو ذلك يا ونحو ذلك لو يك واقع يبى مبتدا مثلا ديما حقي مبتدا تعريفه أو يبى زي الحال كحقي زي الحال ومعرفة به أو يتى وصف معرفة ديش تي وصف معرفة إيش معرفة به أو يتى موصوف هو معرفة إيش حال نحو أو أناش قرار دقري أو أنا كان يازين بتعريفه يا سام مثلا لو سري أو تي أجان كازو مثلا جا وقتي فقي عوامل أريبة كتابي كاني بس اختكاني أو بعض أو كمين بو تبينا آياتك فاجتني بالرجس من الأوثاني فاجتني بالرجس من الأوثاني يبقى مخوم عوام تركيبك الوفقي اجتني بو فعل أمره فعلك يتي الرجس مفعولك يتي ولبات وجب معنى اجتني بو كأشي منصوب بنزع خافل به يعني اجتني بو من الرجس أو الرجس أو ألك ألي جنس الأسري حالبي لم جرى عليه فاستنبر من الاوثاني ام من الاوثاني من حرف جر اوثاني في مجرور جار ومجرور تعلق بس حصل لك مشن مين تبين وايه او مين تبين تعلقنا بس فعل قنص خويه تعلق بمقدر وايه اما لقى المتعلق كي خوي اتواني بك بحال الرسه والله محل بس حال ابو الرسه شنك الرسه والي بسرو يوم معرفه أما لو لا أشوف كلا معنى حكم نكيريها يا أتواني بيجي صفته آخر قر جملة ما نكر بس صفة جملة تازة أو جلوس أجار ومجرور شبه جملة يا بلان بمتعلق كي أتوا إيكي بس صفة فأتوا جملة يا وقت يا كأجر جملة بكي بس صفة أشياء موصوفة كم نكيرة بي فاز هم جلوس بكي بس صفة هم جلوس بكي تحال بكي تحال إيش حال بي هذي بلان أجر إيكي بحال لبروا يا كلا بزر معرفة يا حاربي أجر إيكي بصفة لبروك اللفظ النكيرية معنى النكيرية أو هردو هناك اعتبارك هردو حالتك ونحو ذلك ونحو ذلك وإنما قال كالنكيرتي لما بينهما من تفاوت ما وتي وق نكيرة وعيا أعربوني والنكيرية وتي كالنكيرتي على آخر لبروشتيك لنواني نكيرو أو معرف بألا هيا من تفاوت ما يعني جورة تفاوت جانية أو شيء وهو أن النكرة معناه بعض غير معين من جملة الحقيقة يعني بعضكنا معينة لا جملة لا تكره حقيقتك ولو هذا وأما عرف إيرا معناه نفس الحقيقة معناك هر نفس حقيقتها أي بعضيتك لك وينها وإنما تستفاد البعضية من القرينة من القرينة يعني بعضيتك لقرينة وقابل فهمها بلى أو حالبي بلى باشا أي كبعزيتك لقرينة يعني تبع شكل بعزنية لا أصلا هل كله ولي بعزية بقرينة مفهومة حال الأولى كالدخولي وكو دخول أدخل سوقه والأكلي أكل وأخاف أن يكله الذئبة حالبي فيما مر فالمجرد وذو اللامي بالنظر إلى القرينة سواء فاز مجرد لامك وكو مثلا سوقك بتانيا حالبي كابرا بيته أدخل سوقا أدخل سوقا شوارا بازار يكو وذو اللامي بنظر ولا قرن عليك شل ادخل السوق ايش دانيك منزوله بيجي بنك الى بشر ادخل سوقا شوره بازار ريكو يعني بازار الى بازار كانت شوره بازار انا هو دي شوره بازار انا يعني فرق كنا معين لبازار لا اختلاف شيء اخر سوق هنا سوق بره بقلك وبره سوق بني بازار بقلك واستغلاقها همو بازار بلام وليه مفرد لفظي سوق بلام سعيد وليه هش معنى سوق جمع بالسوق والأعناق حالبين أو سوق كواهنا جمع ساق 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 مؤنث مجازية سوقتنا لا أصلا أو اسمعني كبروزني فعلتنا أتواني بروزني فعل أري بروزني بلام فعول جميعا كياو السوق بله بله نه هر بروزی فعل نک اشتباه بروزی فعل جمی کرو دیبت سوق
شنك السواق واو كل أصله هنا أو أو ولا أصله أويا واو ك عين الفعل كي واو أجوا فايدة كواتب الوزن فعل الجميع كينو ولي أو سوقي بازارا هر سوق بناي بازار بازار أجل سوق هر كان أول وجه تسمية كات واني بشت شنك أوها مساق ولا خيتي على سورة أو ساقان لا يقدر درين حالمي بويا سوقي في عليه خوب وبنظر إلى وبنظر إلى أنفسهما أما مسأسة كان أجر كابرا يوتي أدخل السوق يك يتربيع أدخل سوقا حر يك يكن بنزل قرينه ولي نفسه كان ين لبنفسه جاه شن أدخل سوقا يعني شو ر بازار إلى بازار ركان أدخل السوق يعني شو ر همو بازار ركان أجر إمكان بزير به ولا بقى يعني دخولك شو إمكان بزيرني أو جري يعني شو ر بازار إلى بازار ولكوني في المعنى كنكرة قد يعامل معاملة النكرة ولبروي كلمعنى أو كنكرة واجر ومعامل نكرة لكرة ويوصف بالجملة باشا ووصف كرة بجملة أو آياتك هنا معنى فاجتنب الرس من الأوثان بلى أما مثال خيناته كقوله وامشي عليه إمرؤ القيس عليهم ولقد أمر على اللئيم يسبني باشا فمضيت ثمتا وقلت لا يعنيني بلي عشان ما شارك اخلاقيا الله جاري وهي بلا لئيمات يا بر ابر يعني الله بعز كسي لئيمه يعني هر تستو بشعوره احترامي خلقي لا نيه حالي شن احترم محترم زادنيه مثلا احترامي خلقي لا نيه من بلاتي ابرم او حالي وهي يسبوني جنيهم بابن هذا أبدا يسبوني هم أتواني بكي با جملة كباسلكو بكي بصفت بولا إيمكا باعتباري أوك نكيري بيشكي بحال باعتباري أوك معرفة من شم كرده لبرامنا فمضيت ثمتا أو شونا ما جي الله حربي وقلت لبرخوة موتما لا يعنيني ولا قل منين يا أخو ولا قل كي وقد يفيد المعرف باللامي المشاري بها إلى الحقيقة الاستغراق وجاري وهي أو معرف بلامي كإشاري بيكريا ولا حقيقة مفيد استغراق به عالمي يا ما تونا بزورة لباب يسين لرعا قوائي موفق من الشرف من وام دعنا أبو بيخواني موفق من يا أخو